ازيكم عاملين ايه؟ خلصت الحلقة اللي فاتت على اتفاق جيهان ويمين ان هما يخفوا صلتهم بقتل انجي ويحموا بنتهم من السجن ويحموا اسرتهم من الهد ويخفوا كل المعالم وتليفونها اتخلص منه ورماه ودفنوا جثة انجي في الجنينة بتاعتهم. تبدأ الحلقة بجي ماري وهي نازلة تقول لمامتها سبب قتلها لإنجي وإن هي كانت على علاقة بأبوها وإن هي عشيقته في السر. فأبوها زعق لها ومصدوم جدا من كلامها وبيقول لها بسرعة اطلعي على أوضتك. فأمها بتكون مصدومة لكن بتاخدها بسرعة بعيدا عن أبوها ويدخلها الفيلا وهو بيبقى مصدوم من الكلام وبيكمل دفن في إنجي. أول ما بيخشوا الفيلا بتاعتهم بتلاقي التليفون بصوت بيرن فبترد عليه بتلاقي الأمن بيبلغها ان جرسوم جايبة ابنها وجاية على الفيلا بتاعتهم فبتقفل معاه وبتشكره بتاخد بنتها وتطلعها اوضتها بسرعة وبتقول لها ما تتحركيش من مكانك ومش عاوزاكي تتكلمي مع اي حد وبتقفل عليها وبتمشي. فالبنت بتتوتر بتقول لابنها طالما نور الفيلا شغال يبقى هما اكيد صاحيين وبتحمد ربنا ان هما صاحيين اكيد هيساعدوها. انين بتنزل تجري بسرعة على جيهان وبتبلغه ان جرثوم جاي على الفيلا وبتخليه يسيب اللي في ايده بسرعة وبيجروا ناحية الفيلا وبتقوله احنا دلوقتي لازم تقف جنبي وتساعدني ان هما يحسوش بأي حاجة من اللي حصل وبتزق ايده بعيد عن ايدها فبيستغرب وبيعرف ان هي مصدقة كلام جيمري عقل البنت اللي قالته بالظبط. هو بيخش بسرعة عشان يشيل التراب وآثار الدفن والبنت بتقعد فوق تفتكر كل اللي حصل وان انجي كانت بتحايل عليها ان هي ما تقولش لحد عن العلاقة اللي هي عرفتها. اول ما بيوصلوا الفيلا بتستقبلهم ايدين وبتقول لهم خير في ايه فبتعرفها ان انجي ما رجعتش البيت وما بتردش على تليفونها لحد دلوقتي تليفونها مقفول. فبتعمل ان هي مصدومة بتقول لها انا حاسة ما حصل لها حاجة في الوقت اللي جيهان بيكون نظف اثار التراب منه وهي لسه بتحكي لها انها لفت عليها في كل مكان وملهاش مكان تروحه وخايفه عليها جدا ان هي تكون داستها عربيه او حد اتعرض لها. بيجي جيهان ويسالها حصل ايه وفي ايه فبتقوله ان هي راحت القسم وبلغت بس هما ما اهتموش وبتترجاه ان هو يساعدهم عشان تقدر توصل لابنها لبنتها وبيقوم عليها وبيتخضوا كلهم عليها وبيشوفوها عشان تفوق. في نفس الوقت ان مارت لسه بيدور على انجي ومش عارف هي ما بتردش عليه ليه مختفي. بتكون ايدين بتحاول تمسك نفسها وبتكون منهارة من اللي بيحصل وبتجيب مية بسرعة لجرثومة عشان تفوقها وبيحاولوا يهدوها. بتفوق وبتطلب منهم يقفوا جنبها ويحاولوا يساعدوها يتصلوا بالبوليس او اي حاجة. فعلا بيكلموا لها صديقهم اللي في الشرطة وبيحكي له اللي حصل. قال له اخر مرة شفتها امتى؟ قال له وصلتها البيت لما كانت راجعة من الجامعة. بيطمن امها بيقول لها بكرة هنروح نعمل محضر في القسم وهم اكيد هيهتموا. ابنها بياخدها وبيمشي. هنا ايلين بتقول له عاجبك اللي بيحصل؟ كل حاجة انت السبب فيها وبنتنا قتلت بسببك. بتقول له قولي بالظبط ايه اللي حصل. ومارتا بيحاول يتصل تاني بانجي وتليفونها بيرن وفي واحد بيلاحظ وجوده وبيمد ايده وياخده ويمشي. ونرجع لجيهان اللي حكى كل تفاصيل اليوم لإيلين من اول ما ودى بنته المدرسة وراح على الجامعة وبنته رجعت له تاني الجامعة بتاعته وتفاجئ بيها وزعق لها. وبعد كده جه ويمشي قابل انجي جات لهم المكتب وقال لها يلا تعالي ناخدك معانا في طريقنا ويعرض عليها يوصلها. وهما في العربية قالت لجيمري يا بختك بوالدك انا والدي دايما يزعق لي. فعرضت عليها ان هي نقضي اليوم ونخرجهم قبل ما يروحوا. بنتي اتضايقت وقالت ان لازم اروح وحست ان هي غارت منها. وفعلا روحنا البيت وجبتها وطلعت الجنينة اشوف حاجة لقيتها جايبالي هدية بمناسبة ان انا اترقيت. حضننا بعض وبوستها فبتقول له يعني ايه حضنتوا بعض؟ قال لها يعني زي بنتي وكنت بكافئها على الهدية اللي جايبها لي. فاتهمته من اللي حصل ده كله كان بسببه وسابها ومشي. بيوصل مارتا على بيت حبيبته وهو عمال يفتكر ذكرياتهم سوا. بيفضل واقف قدام البيت شوية يفتكر في ذكرياتهم وكلامهم مع بعض وضحكهم وهزارهم. وكان بيسألها هي ليه رافضة تقول علاقتهم لأهلها والأهله. فقالت له إن أهلها عصبيين جدا والده مش هيفهمهم وهي بتتحرج من أبوه وأمه. في الوقت ده جارتهم بتشوفه وبتستغرب وبتكون أم إنجي لسه بتدور عليها في كل مكان ومش عارفة تروح فين تاني. ابنها بيقول لها أكيد هربت يعني هتروح فين أو هيحصل لها إيه. وبيقول لها يلا نروح ونكمل تدوير الصبح.
بتكون جيمري نايمة وإيلين بتجيلها وبتبص عليها وتستغرب إن كل ده حصل وإن بنتها قدرت تقتل حد، وبتنام جنبها بالراحة وبتحس إن هي حزينة جدا. في الوقت ده جيهان بيكون شايل الحاجات اللي دفن بيها إنجي وبينظف مكان الجراج بكل الأدوات علشان ما يكونش فيه أي آثار للي هم عملوه، وأي حاجة لإنجي بيحاول إن هو يتخلص منها ويمحي آثار وجودها. لكن أمها بتكون لسه مستنية إن هي ترجع لها، وأخوها بيقول لها ارتاحي احنا لفينا في كل مكان، وأبوه بيسأله رجعت قاله لأ، قاله أنا هدخل أنام وتعب من الانتظار. بيرجع جيهان يخش الفيلا بيلاقي عذراء متصلة بيه وبعتاله رسائل كتير جدا، ما بيردش عليها وبيروح يمسح أي لقطات تجمعه بعد الحفلة بينه وبينها لما كان بيوصلها، وبيستمر ما يردش على رسائلها وهي بتتضايق جدا منه. لكن هو بيفضل يفتكر كل اللي عملوه في إنجي وبيدور في القانون على أي ثغرة يطلع بيها بنته من القضية وإن هي ما تتحبس. في الوقت ده إيلين بتكون بتحلم بإن بنتها اتقبض عليها، وإن هي بتتهم أمها إن هي السبب في كل اللي هم فيه، وإن هي قتلت علشان تحمي بيتهم. فبتصحى بتفضل تعيط وبتعرف إن ده حلم. تاني يوم الصبح بتقوم من النوم، جيمري بتصحى بتلاقي والدتها نايمة جنبها، فبتبقى مبسوطة وبتقولها عمرك في حياتك ما نمتي جنبي بالطريقة دي. فبتقول لها احكي لي بالظبط ايه اللي حصل مع انجي وليه شك فيها. فبتقول لها ان هي انسانه مش كويسه وكانت بتحاول تاخد ابويا مننا، وان هي كانت بتطرده وبابا ملوش اي ذنب، ما تتعصبيش منه. ايلين قالت لها يمكن انتي فاهمه الموضوع غلط. قالت لها لا، هي اعترفت لي ده بنفسها وقالت لي اوعي تتكلمي وتفتحي الموضوع ده مع حد. إيلين بتتضايق وبتسيبها وبتمشي، وبتقول لها ما تروحيش النهارده المدرسه كانك عيانه. فبتفرح وبتنام. إيلين بتنزل بتلاقي جيهان كمان بيحلم ان بنته بيتقبض عليها والشرطه بتقبض عليها، فبتصحيه من النوم وبتقوله لولا الموقف اللي احنا فيه انا كنت قتلتك وولعت فيك، انت السبب ان تخلي بنتنا تشك وان هي تقتل بنت ملهاش اي ذنب. قال لها البنت اللي ملهاش اي ذنب دي زي بنتي، خدي تليفوني لو شك فيا وفتشي في